دم اللي يحبه بحضراتكم من جديد. اللقطات اللي حضراتكم شفتوها ده للقب ال 15 يعني كأكثر نادي على القاره الافريقيه حصدا لهذا اللقب. فريق كره الطائره الماسترز هم اصحاب الارقام اللي دايما بيشبهوها بفريق كره القدم. في البدايه برحب بواحد من افضل المديرين الفنيين مش بس في كره الطائره ولكن في كل الالعاب الجماعيه على مستوى مصر في التاريخ الحقيقه، وارقامه وانجازاته بتتحدث عن نفسها، الكابتن محمد مسلم حميد. اهلا بيك يا كابتن. ازيك يا كابتن هيثم؟ والف مليون 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 مبروك. الله يبارك فيك ومبروك لكل جمهور النادي الاهلي. فرحتونا يا كابتن. الحمد لله، ربنا عوضنا خير. اي انجاز ما بيجيش غير بجهاز متكامل، واذا تحدثت عن الجهاز الاداري في فريق الكره الطائره محتاجين نتكلم كتير، لان النجاح ده مش هيجي من فراغ، لازم يكون عندك جهاز فني، جهاز اداري، جهاز طبي، الثلاثه لازم يكونوا على اعلى مستوى. بنرحب بالكابتن خالد ابو زينه مدير اداري الفريق، والحقيقه اللي كان ليه دور كبير جدا في تذليل كل العقبات مع اداره النادي الاهلي اللي قابلت الفريق وصولا بالفوز بالكاس. اهلا بيك يا كابتن. كابتن هيثم، احنا متشرفين بحضرتك، ومبروك لمجلس اداره النادي الاهلي، ومبروك للجمهور العظيم، ومبروك لزمايلي في الجهاز على راسهم الكابتن محمد مصلحي وبقيه زمايلي في الجهاز واللاعبين طبعا الابطال. الف مليون مبروك. الله يبارك فيك، ربنا يخليك، واحنا سعداء بيكم في الاستوديو النهارده. الله يحفظك. معانا لاعب هو من احد مفاتيح الفوز، لاعب ينتظر مستقبل باهر، بل خلاص ما بقاش مستقبل، بقى حاضر، بقى احد اللعيبه المهمه في مصر دلوقتي جدا وفي النادي الاهلي، ونال ثقه كابتن محمد مصطفى حميدو حتى وهو في الناشئين. معانا ومعاكم الكابتن عبد الرحمن الحسيني احد نجوم الفريق. اهلا بيك يا كابتن. ازيك يا كوتش؟ منورنا في قناه الاهلي. منورك يا كوتش. مكسوف ليه؟ ده انت يعني ما شاء الله كان ليك دور كبير وبطل كبير. احنا سعداء بيك النهارده. الحمد لله، ربنا يخليك. الف مليون مبروك.